بنا إلى موضوع آخر مختلف نوعا ما أو تماما عن موضوعنا. نتكلم من إمارة دبي ومن معرض فعاليات تكنولوجيا المشروبات. هذا المعرض صمم خصيصا ليساعد على الترويج على أحدث المنتجات والخدمات في صناعة المشروبات وكيفية التغليف والتعبئة والآلات الخفيفة المتطورة الخاصة بهذا الموضوع. خلينا نتابع معاكم المعرض. معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات في السنة 2012 بتصير هذه دورته الخامسة. يتضمن المعرض مؤتمر جانب تعليمي وجانب المعرض. يشارك في المعرض أكثر من 100 شركة من 35 دولة، منهم الشركات المصنعة للمشروبات والشركات المصنعة لتكنولوجيا التعليب وتنقية مياه الشرب. ومن ناحية البرنامج التعليمي في عندنا ورش عمل منظمة بالتعاون مع معهد VLB الألماني لصناعة المشروبات والتكنولوجيا. في عندنا مشاركة رسمية السنة هاي من كوريا ومن ألمانيا، وفي غيرها من دول من أفريقيا ومن شرق أوروبا غير الشركات المحلية طبعا المشاركة معنا السنة. احنا مشاركين في دبي درينك تكنولوجي اكزيبيشن، بنصنع ماكينات بتصنع الالومنيوم كانز للمشروبات. نحن بحاجه نكون اقرب الى زبائننا من حيث الخدمات، قطع الغيار، خصوصا ان منطقه الشرق الاوسط والخليج العربي تشهد نموا ملحوظا. هذا المعرض نشارك فيه للمره الرابعه على التوالي لحد الان. نوعا ما جيد لأنه بيخلي فيه تواصل بين العملاء وبين السبلاير بصورة جيدة أفضل، بيخليك تشرح شو نوع المكاين اللي انت بتصنعها أو شو التكنولوجيا اللي انت جايبها. احنا المواد هي شركة تيكلونج، شركة مصنعة لمكاين تعبئة مياه الشرب والعصائر والمشروبات الغازية بأنواعها. مكاين النفخ رقم واحد، التعبئة رقم اثنين، المكاين الثالثة وهي مكاين الملصقات أو الليبل. مع مشاهدينا الكرام، طبعا بمعلومة حابين نضيف لكم إياها في هذا التقرير، شفناه مع حضراتكم أن طبعا معرض دبي لتكنولوجيا المشروبات شمس، طبعا هذا المعرض في دورتها الخامسة استقطب أكثر من 10,000 زائر، أرقام كبيرة، أكثر من 100 شركة حول العالم، من 35 شركة من حول العالم، تخيلي هالرقم الكبير. نعم، ومثل ما قلت هذا أهمية هذا المعرض أيضا أنه يضع مدينة دبي على خارطة العمل العالمية في هذا أكيد. المجال بالتحديد مجال صناعة وتعليب المشروبات. مشاهدينا